كمان 40 وفدا عسكريا اسلاميا يشاركون في اجتماعات تحالف محاربة الارهاب على في الرياض. بن سلمان يؤكد التضامن مع مصر. والنهارده انطلق في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الاول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب، واللي بيشارك فيه 40 وفد عسكري من 40 دولة اسلامية عضو في التحالف. الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي افتتح اعمال المؤتمر بالتاكيد على التضامن الكامل مع مصر في حربها ضد الارهاب واللي بيشوه صوره العقيده الاسلاميه، في الوقت اللي اكد فيه الوفد المصري برئاسه اللواء توحيد توفيق ان حادث مسجد الروضه لن يزيد المصريين الا اصرار وعزيمه وصلابه في مواجهه الارهاب، وان رساله الاسلام هي السلام. ومن المنطلق ده مصر ترفض اي محاوله الحقيقه لربط الارهاب بالدين او العرق او الثقافه، ودعا لتبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب في لا تقتصر الحقيقة على البعد العسكري وحده أو الأمني وحده، وإنما كمان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية أيضا. محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادره ومصادر تمويله. واحد، أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في تجهيد جميع في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية وتحسين مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية. اثنين، شدد الوزراء على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ثلاثة، أكد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والاتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولا إلى أفضل الحلول وأنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله. رابعا، محاربة الإرهاب عسكريا. أكد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي. اثنين، شدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرات عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقا للإمكانيات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف العسكري الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. ثلاثة، اتفق الوزراء على أهمية دور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة. وأيضا دلوقتي هنروح نسمع مع بعض كلمة رئيس الوفد المصري اللواء توحيد توفيق. لقد أصبح الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود لا يأمن عواقبها أي دولة في العالم، سواء متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة. ويزيد من عمق المشكلة وجود أطراف تخالف الإجماع الدولي والإسلامي والعربي وتعادي قيم الإنسانية والحضارة وتهدد الأمن والسلم الدوليين. من خلال توفير الملاذات الآمنة والتمويل والتسليح والمساعدات اللوجستية للجماعات الإرهابية وتكريس وسائل إعلامها لنشر الفتنة والتحريض وتأليب المجتمعات ودعم فكر الإرهاب والتطرف بشكل مباشر أو غير مباشر،